كنزيدو نص كوب ديال السكر يعني 100 غرام، و 100 غرام ديال الزبدة، دابا غنزيدو واحد 350 غرام يعني واحد كوبين ونص ديال الفرينة، نحاول نزيدو بشوية بشوية. غنزيدو هنايا تقريبا غنزيدو الخميرة الكيماوية تقريبا 15 غرام، وغنزيد هنايا غندير بعدي تقريبا هنايا النص ديالها، وغنخلط الخليط هكا. مازال باقي غيتخلط مع قطعة التفاح، دابا انا غناخذ واحد جوج قطع ديال التفاح اللون اللي بعجبكم، انا هذا هو اللي عندي دابا متوفر، ندخل الفرن على درجة ديال 170 170 حتى 180 تقريبا واحد 30 دقيقة ما كاملينش، ومن بعد نشوف